ان شاء الله يا رب. مبروك عليك وليداتك، مبروك على حياتك والعقبال حوايج اخرين ان شاء الله. ربي يخليك مرحبا بك يا خالتي، مرحبا بك يا خالتي، ان شاء الله وفين ما دخلنا يدخل الخير والرزق ان شاء الله. قبل المليون ان شاء الله. ربي يخليك اختي ان شاء الله. ولا لا هدى خالتي يمنى واختي تيتي، حنا فرحانين اليوم بزاف بزاف، ما قدرتنا فرحه، ما كناش ندير شي حاجه ما اكثر الصراحه، وان شاء الله نتمنوا ليها اكثر من 200 كان ان شاء الله يا رب. والله قسم بالله كل خير، والله الله الله ان شاء الله ربي يخليك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله حاجه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله صبر خير يمنى مليون كاتر ان شاء الله مليون. تبارك الله عليك، بدينا ندخلوا عند الدار ديالنا. مرحبا بكم كاملين، ربي يخليك ربي يحسنها ونعيمها والعقبال مليون ان شاء الله، والله يدخلها عليكم ان شاء الله بالرزق وبالهنا وطول العمر وبالرزق ان شاء الله يا ربي. خلاص مجموعة ماما مسكينة. وبصراحة الله يعني ديك 200 كره بالوجود ديال كل واحد فيهم العائلة، يعني الحمد لله، يعني كانت ديك 200 كا بالمعاونة وبالسند ديال العائلة ديالي كاملة. والله القسم يعني كان واحد السند كبير ليا، والله القسم الله يخطيهم والله يطول ليا في عمرهم، والعقبة حتى حنا ان شاء الله يا ربي نديرو شي حفلة ان شاء الله المليون كره ان شاء الله. قريبة ان شاء الله، قريبة ان شاء الله، حاجة ما بعيدة عند الله. داكشي اللي كاين اخواتي بخير، والله يدخلها عليكم بالرزق ان شاء الله والصحة وطول العمر. امين يا ربي. ايوا مرحبا بكم على الرايدة وارتاحوا ونمشيو ان شاء الله نشاركوا مع المشاريع ديالنا ان شاء الله. شنو كاين هاد النهار في الطبق؟ علاش عرضتنا ميانا؟ علاش جمعتنا ميانا؟ المهم كلشي غنعرفوه معانا حتى ندخلوا للكوزينة. يا كما كتشوفوا معانا المتتبعين ديالنا، انا غنوجد دابا الديسير ان شاء الله، غنوجد الديسير ديالنا الضياف العزاز. صراحة والله الا فرحت بالوجود ديالهم معايا وفرحت ملي جاو، يعني باركوا الماما. وهاد النهار هذا جينا نصور معكم هاد الفيديو بحكم توحشتكم حتى انا، وتوحشنا يعني الجلسة في الدار مع الحباب، والحمد لله على هاد المجمع هذا اللي كنتجمعوا عليه، لا يخطي الحباب عليا. داكشي اللي كاين دابا ان شاء الله ما يمخسر نصيدها. هانتوما بعدا تتشرا موجدة هنايا. اييه موجدة شوية ديال العنب مع شوية البطيخ، وعاد غنشارك معكم ان شاء الله الطبق اللي وجدنا العائلة. مازال ما شاركتيش معاهم الطبق. واحد الطبق اللي كيحماقوا عليه العائلة بالخصوص ياسين. ياسين خلاص كيحماق عليه. كيحماق على واحد الطبق كتوجدو ماما من يديها، واعر 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 بزاف. وخليكم معنا ان شاء الله غنصايبوا هاد الطبسيل ان شاء الله. جوج طباسل حيت غنديرهم بجوج العيالات وبجوج الدرجات باش كل يضرب على راسه. والله يلا المهم خليكم ميمه معنا ان شاء الله يا ربي. يا على ما نكمل
انتم كيما كتشوفوا معنا المتتبعين، ياسين مسكين جا في سلامة والله العظيم، ومسكين شدو شي وجه كيتقطع مازال ما حتى نشا العشاء والله العظيم. يلا مسكين حطين دابا عرفتي كرشو كتفور عرفتي غير دوش غير دوش ولا نخرج عرفتي مع العشية وبارد الحال. انت راه متتبعين راه دابا وليداتي ضربوا البرد وليداتي للسرا دابا دوش وخرج ودابا قلت لتيتيش ديري له غير الماء السخون زوينه زوينه اللي زوين دابا تحطي له كاع السرا. ايوا متيتي بوك الله ينجينا من الجايات والله الا بحرا بخلنا كنا نتعاد جايين مع الطريق وهو يضربوا البرد مع برا. حتى اليوم الجو خالتي مخربق الطريق الدنيا ها هي وجدنا المعالق وجيو تشوفوا معنا الطبق اللي وجدت عندنا نتمنى ان شاء الله يقبلوا عليا العائله متتبعين الطبق ديالنا. احنا وصلنا الكوزينه ديالنا بصراحه الله والله الا نار فرحانه بالوجود ديالهم معايا اللي خطاهم عليا واللي خطا عليا كتاكي تشيبو سلطاطا تشيبو سلطاطا يلا عزيز عليك انا الزين ديالي هذا هو الزين ديال العائله ودابا ان شاء الله نحلو دابا حلينا على صندوق العجائب ديالك افتح يا سمسم افتح يلا واحد اصبري افتح المربيطه الله اش قلت لك قبل بلاتي شنو قلت لك قبل ما ندخل الكوزينه فاش قلت لك بلاتي نمشي نرصي قلت لك تيتي دابا كانت كتقاد كتدسر انا 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 فهمتي كنصوره صافي كلكين كانت المتتبعين كتقاد ديسير ومعايا راه كنت انا وماما اللي قادينا داكشي خلاص قبل ما تجيتيش عاد عاوناتني تقول لك نمشي نشوف شي طناجر بعدا راني مجدده زعما راني طيبه هي اللي قادات كلشي طريقه عفويه قالت لي واش غنصوروا لداخل في الكوزينه قلت لها بلاتي نمشي نرص شي طناجر ونرجع طيابه هي واحده ماشي طباخه كبيره عندها 14 ما ديالنا هو هذا صراحة الله اليوم قررنا نديرو واحد الأكلة اللي شحال هادي ما درناهاش هادشي بلدي زوين بلدي 100% عطيو الريحة تبارك الله عطينا ماما شي مغرف نوريو المريقة كي دايرة هانتوما هذا راه بيبي المتتبعين هذا راه بيبي بيبي حبيبي تبارك الله كي داير جبنا بيبي من السوق بلدي بلاتي بلاتي نحرك ها هي تبارك الله عرفتي الريحه واعره عرفتي سميتو كتبغي الروا مزيان يعني دارت ماما الروا تبارك الله وفيها الحلب وفيها الحلبه وفيها الحلبه شويه طيب معاها صح يلا وريونا داكشي الاخر تيتي شفنا هنا الملوي ديالنا جيت تشوفوا من وقت يلا هذا الملوكه هنايا باش يبقى سخون بصح وما كيقصح ما والو وما كيقصحش كيما درتي ضربوا الريح يبس لا لا كيبقى في التوين فهاد البانيه ديال الميكرو نقي ديال الخبز نيت حنا شعلنا عمتي هذا البصله معسله نشوف باش تزوق بها هذه بصله معسله هذه واعره كاع
هذه مع السلوم عليك اها نذوق ان شاء الله. وهذا الشيء هنا احنا جايين احنا جايين للزين. هذه الحلبه هذه المتتبعين غير ديال سميتو ديال الدجاج الرومي ما كتبقاش الحصى. ماما كتفكر بعدا في الحصى. هذه ودرت له هذيك ثلاثة طيفات وزيدي عليهم هذا ديال الحصى يعني الرومي. تبارك الله. شوفوا بعدا هاد الحلبه كي دايره بلديه حتى هي حنا محتاجين هاد الايام ماما يا اختي والله العظيم. هاد المسخ زوين وهنايا فالي فالي الكشير اللي كتصرع ماما صراحه الله. هانتم المتتبعين وار 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 شوفوا راه دقتو انا بعدا كي حم فن كي داير فن فن يا بصحتكم. سمحوا لنا المشاهدين والبيض والبيض باش غادي نزوقوا داكشي بسيط يعني داكشي تقليدي ما كاينش شي حاجه بريستيج داكشي ديال سمعناش كمان نزوقوا بالبيض داكشي عادي على قدر المستطاع ديالنا. هما هادي داكشي اللي القاوي بهم البحر داكشي اللي كاين. حضرنا واحد البراد ديال اتاي مشحر اللي ماما وعمتي تحيه لعمتي مسكينه اللي ما كت يعني ما كتسمحش فينا تقول الظروف ديال الدراري حتى حنا ما عندنا غير هي ولالي خطاها لينا صراحه والله المتتبعين كتصوني عليها ماما كتلقى عندها في الحين تهبط من ازرو حتى لهنا ودابا ان شاء الله ربي يخليك عمتي وان شاء الله كنوصل المتتبعين يزيدوا ان شاء الله يدعموها في قناتها ونفرح بها شي فرحه ان شاء الله المئات كواعره ان شاء الله يا ربي ونخليهم دابا باش يسخنوا لنا هذا الشيء ويحطوا لنا شي قصه ان شاء الله ونشوفوا رد الفعل ماني نبدا فاش غنحط لهم الحلبه راه ما عرفتش بصح يلا يلا قلت لهم شربه يمكن لا 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 قلت لهم غير طنجره ولكن ما عرفناش دابا طنجره اللي قالت لهم كاينه عمي تيحمق على شي حاجه سميتها بيبي كيقول بيبي واحد او سيرتو الا كان بلدي سيرتو الا قلت له بلدي اوكي والله اللي كيقول لك بيبي وحبيبي يلا نديرو له حبيبي يلا المهم خليكم معنا متتبعين كما كتشوفوا معنا حنا صدقنا اتاي هذه اولادي عمي راه درت لك واحد الحاجه كتعجبك الله يرضي عليك يمكن انا عارف جيت ثاني والله يسهل واش عرفتي بعدا اش درت لك درنا بيبي بلدي تبارك الله هذاك هو هذاك هو غندخل للدكتوره والله انا مازال ما نعس لا والو والله العظيم ما فهمت اذا تيجي ينزل بكري ينعس ايوا هذه الا من يشوف بيبي هو باقي حي بيبي راه هو حبيبي ميمه ديالي هانتوما شوفوا معنا شوفوا بعدا حنا الاولين المتتبعين هما الاولين يشوفوا والله ولا عليك يا رسول الله صبر صبر عندك انت والله صلوا عليك يا رسول الله ايوا سيدي صلوا عليه ها هو الحكم الرومي وهالبيبي فين كان ربي يخليك رشيدة اختي ومرحبا بكم كاملين والله وذوقوا قولوا لنا كي جات ربي نركز عليها يا سيدي يا سيدي محبين واش واعره ولا كتاكلها من سيبوسة ياك تبارك الله انتوما وكلوا بصحه وراحه حنا غنحطوا عاوتاني حنا هنا الطبله الثانيه ان شاء الله باش نجيبوها في واحد العد عكسي وهذاك يلا خليكم معنا منين غنبداو هادشي كله حدا
هذا هادشي معتاد حنا انا وهدى وبابا وعمتي وميسال ديالنا بالحماس اختي حنايا حنايا بشويه يا كودا مالوك حتى هي كذلك ربي يخليك اخي محمد مرحبا بك ربي يخليك حبيبه ديالي مرحبا والف مرحبا باش نبداو يلا يلا عمتي يلا دابا انا ما غاديش نكبر ما داكشي تتشد دير حتى هي تتقوم بايديها هي كتقوم بالعمل غير بايديها يلاه خليكم معانا انتما ان شاء الله شوفي يا ملا واش فاهم الطرح ديالي يا بابا ما كياكلش بعدا هادشي تيكلا بالخبز بحال الدوز كيبغي غير المرق والله ما تبغي انا ندوق ان شاء الله كيما قلت لك الصباح والله القسم كنت متلفتي حشميت ما جاكلش ياك تشهيتيها سبحان الله يا تقبلات الحمد لله يلا المهم بصحتكم يلا لا ماشي مشكل يلا خليكم معنا ايوا حفظتك جاتكم اختي الحلبه واحد الحلبه اللي هي غزاله كنشكرك اختي صحه هي مليون كبره بينا الله يخطيها ويقبل الفرحه الكبيره ان شاء الله ديال المليون اختي يا منى تستاهل كل خير انسانه طيبه والله الا الله يخطيها وخلاص ربي يخليك والعقبه ان شاء الله تولدي لنا شي كسكوت نشبعوك حلابي يا منى غير حلابي ونشوف ان شاء الله قصرنا عندها غزاله عرفتي في السواد ديال تجي المتتبعين عرفتي شبعنا ديك الحيره ديالي قشره انت كلشي غلط والله الا عرفتي كلينا حتى والله الا العقبه رشيده انا كنفيا فقر الدم والله الا بريتي رشيده وتا الحسن دابا كيبان ليا برا مسكين يا كرشة قولي قصتيها فيا زما لا 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 حاشا او بالصحة والراحة خويا الحسن تنشكرك بزاف امي يمنى على هاد العرض الزوينه ديما كتكبري بينا ربي يخليك كيما قالوا البنات ان شاء الله مليون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كاع داكشي كنتمناه امي يمنى ربي يخليك اخويا الحسن وبصحة وراحة عمي كي جاتك الحلبة زوينة والعقبة ان شاء الله مازال تدير الكبيرة عاد جاية دابا عاد هدرتي ان شاء الله عمي يا ربي والله يسخرنا والله يكمل عليها بالخير امين يا ربي ومرحبا بك اخويا حسن ومي حليمه الله يخطيك وشكرا على هاد العرضة وشكرا لبنتي ضحى تمارا لا لا عذابكم راحة نسيبنا العزيز ان شاء الله ونخليكم دابا نشوفوا الجروب الاخر ونشوفوا ماما اش كتقول فرحانه ماما هذا النهار هذا انا فرحانه ما قداني فرحانه ياك والله انا دائما فرحانه كنوزه فرحانه انا فرحانه ونشوفوا الجروب الاخر ربي يخليك ماما وهنا معنا الجروب الاخر اش كاين قلبتي الماتش رجعتي معنا اختي كتهضر لي كتجي ديال المسح وجي كمل الله يشافيك الله يشافيك برا دار دوزيام ميتو ياك بابا تبارك الله بابا جا مفركس بالحمراء ياسين بلاتي ركز عليه الحب عنده اليوم بلاتي ركز عليه عنده شنو اليوم جيت يا بابا بوكوس شنو هو السر اليوم عنده 19 عام اما الله اللي بعدا في اختي ياسين الصباح كولي يا اختي زيدي يا اختي ياك نقول لهم صحه احسن خاوه بيناتكم ياك هدى تبارك الله عليك اختي سميره غادي ندير فيديوهات ان شاء الله في القناه ديالها قناه سميره المركانيه النسب ديالي ياك ارفع النسب عندي ياك والله العظيم لا لا يخطيك يا بابا لا لا يخطيك يا بابا قاش تحكي على النسيبه جماعة بابا واحد الولفين هادشي ها انا مدافر تبارك الله راه حاسبو بابا بحال ولدو دائما تبارك الله حنا مشو داكشي اللي كاين ومي ما اختي راه جاتني عرضه 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 ما شاء الله فخاشنا في الحب اميمه وندير بها شي حماسيه عاوتاني ونزغرتو عليها ديما كي ديما يا اختي ديما كي كي شفتي يا صاحبي وي شفتي بدا كي المهم ياسين شنو خصنا دابا دابا خصنا شي شي قرعه د الباب مع السلامة يلا مع السلامة سلامة ماما